السلام عليكم ورحمة الله. يرجى الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك دائما الجديد. اليوم الاثنين 9 أوت 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر، وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرحة عنها والنتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة الأولية هي كما يلي: 992 حالة جديدة، 721 حالة تمثلت للشفاء، 43 مريض متواجد في العناية المركزة، 28 وفاة. الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل مواطن اليقظة احترام قواعد النظافة، المسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع. وسنوافيكم بالجديد في فيديوهات قادمة.